الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة، إنه ولي ذلك ومولاه، كما أسأله كذلك ألا يحرمنا وإياكم من شرف الدعوة إليه والدلالة عليه وكرامة البلاغ عن نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني استراحة يسيرة ووقفة يسيرة بين كل اسم وآخر من أسماء الله تبارك وتعالى، نقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وقفات النبي والصحابة رضوان الله عليهم جميعا. الميزان الأكبر الذي توزن عليه الأعمال هو النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، من تعاملات صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يستجيبون لكلامه استجابة فورية، استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم استجابة فورية بدون تردد، استجابة لكلام الله وكلام النبي. وهذا من كمال أدب هذا الجيل العظيم الذي نريد أن نسير على خطاهم حتى نتعلم منهم ونقتدي بهم وبالنبي صلى الله عليه وسلم. فانظر مثلا إلى عندما نزل قول الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يتلوها النبي صلى الله عليه وسلم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فقال أبو الدحداح الأنصاري رضي الله عنه، وكان بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو يريد الله منا القرض؟ قال: بلى. فقال له: أرني يدك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده، فوضع أبو الدحداح رضي الله عنه يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: أشهدك أن هذه البستان هي لله، وهي ما أملك، لله جل وعلا، لله جل وعلا. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: كم من عسق رجاء رداح في الجنة لأبي الدحداح. طبعا العسق الرداح نخيل كثيرة، نخيل كثيرة، يعني كم من بساتين من نخيل في الجنة لأبي الدحداح الأنصاري رضي الله عنه. يحكي سيدنا أنس وهو الراوي رضي الله عنه، يقول: سمعت أم الدحداح الأنصارية رضي الله عنها كلام زوجها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى أطفالها تخرج ما في فيهم من التمر وتنفض ما في أكمامهم، وقالت: هي لله، هي لله جل وعلا. زوجة صالحة. أحيانا لما بعض الناس كده يعني تبص تلاقيه مثلا إيه، يتردد، يشاور نفسه: طب هعمل إيه، طب أخلي، طب هبذل لله، طب إن لم يجد معينا على الخير، كما سمعنا من أخونا الحاج أحمد دلوقتي، إن لم يجد معينا على الخير فتجده يتخلف. وإنما أبو الدحداح الأنصاري الشاهد أنه لم يتردد في البذل لله جل وعلا، وقال رسول: أرني يدك، على طول مباشرة، لم يتردد. الجزاء من جنس العمل. كم من عسك رداح في الجنة، هو إدى بستان واحد في الدنيا، أعطاه الله بساتين بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مثال آخر، مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هبعد بيكم شوية، موقف آخر لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في استجابتهم لكلام الله وكلام النبي، وهذا من كمال الأدب وكمال الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله أن الخمر قد حرمت، وهي آية سورة المائدة، طبعا قصة آية الخمر نزلت تدريجية، وهذه من الحكمة في التشريع أن هذا الأمر نزل تدريجيا، ودي لفتة لنا في الدعوة، لفتة لنا دعوية، إن إحنا يعني نتدرج بالناس، مش لازم بقى يعني تاخده من أول مرة كده، لا، تدرج، والحكمة واللطف والرفق واللين. سيدنا عمر وهو الملهم
كان دائما ينظر كذا إلى السماء ويقول: اللهم أرنا في الخمر بعينا شافيا. فنزل قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، آية سورة البقرة. ثم نزلت آية سورة النساء: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إلى أن نزلت سورة المائدة أن الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهل أنتم منتهون في آخر الآية؟ فلما سمعوا قالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. سيدنا أنس وهو راوي الحديث يقول: كنت ساقي القوم في دار أبي طلحة، كان بيشربوا لأن خلاص ما عندهمش خبر إن هي بالحرمة. فيقول: فنادى مناد من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوارع المدينة أن الخمر قد حرمت. فلما قالوا لي: يا أنس اسمع ما الذي يدور بالخارج. فقلت له، رجعت سمعت الخبر وقلت لهم: إن الخمر قد حرمت، إن مناد من قبل رسول الله يقول إن الخمر قد حرمت. يقول: كانت الخمر في أحدهم فمجها مباشرة، مجها مباشرة، حتى أنهم ذهبوا. طبعا هم مجتمع، تخيل إن مجتمع تجارتهم كانت الخمر، شربهم كان الخمر. دلوقتي لما تيجي واحد، يعني أسأل الله أن يعافي الجميع، تيجي تقول اترك لي لله، هو صاحب معصية في ذنب معين كده، هو مدمنه، صاحب ما اتركه لله جل وعلا، يقعد يروح يمين وشمال ويقول لك: بس انا بحبه، بس انا بدخن مثلا بقالي مش عارف ايه، اصل انا بعمل الموضوع ده بقالي فتره كبيره ومش عارف، مش قادر. يا اخي قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الحياه يعني الماديه تبص تلاقيه مثلا عايز يروح يمين وشمال عشان يطلع منك بفتوى كده، لما تقول له بس يقول لك: الشيخ فلان قال. يا اختي بسمع، اسمع كلام الله وكلام النبي، واستجب لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا أنس: كانت الخمر في أحدهم، هي الخمر بقه لسه، فمجها مباشرة تأدبا مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. برير مغيث وبريرة، مغيث وبريرة. طبعا مغيث كان يحب بريرة حبا شديدا وكان عبدا، فلما هي غالبا تحررت أرادت الانفصال عنه وكانت لا تحبه، فكان يبكي. فذهب أرسل النبي إلى بريرة فقالت له: يا رسول الله أتشفع؟ أتشفع؟ قال: لا ما بشفعش. قالت: إن تشفع فخلاص الأمر بالنسبة لها منتهي تأدبا. وأذكركم بقصة جليبيب، لما البنت اللي سمعت كلام النبي، كلام الرسول التي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لأبيها وأمها لما قالوا، لما عرفوا أنها هتتزوج بجليبيب، طبعا رفضوا. البنت لم تأدبا مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم تجرؤ على أن ترد رسول الله. قالت: انتظروا، من الذي أرسله؟ قالوا لها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: والله لا أرد رسول الله أبدا. وتزوجت بجليبيب، وتعلمون باقي القصة. الشاهد كم من أمر يأتيك من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول مثلا: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو، وإحنا يعني نكسل وبعدين مش عارف إيه وكذا وكذا وكذا، أفشوا السلام بينكم، بشروا ولا تنفروا، كلام كتير جدا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن كم مرة كده مر عليك من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لا نتأدب معه؟ فمن كمال محبته وصدق محبته صلى الله عليه وسلم سرعة الاستجابة لكلام النبي، سرعة الاستجابة لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم وأن يؤدبنا وإياكم بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدب أصحاب هذا الجيل العظيم، وأن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. ردنا والمسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، أسعدنا بتقواك، امنحنا رضاك، اجمعنا مع حبيبك ومصطفاك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك،
واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، أصلح لنا شأننا كله، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ما أنزلت في هذا اليوم من خير وبركة وسعة رزق وتيسير أمر وحفظ ولطف، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيه من سوء وبلاء وفتنة فاصرفه عنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.